أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يسأل عن كتاب الروح لابن القيم، وهل فيه أخطاء يقف عليها المبتدي ويمنع من قراءتها؟ إيه نعم، وفيه فوائد عظيمة وبحوث عظيمة، وفيه أشياء فيها نظر، فعلى طالب العلم المبتدي أنه ما يقرأ فيه، إنما يقرأ فيه المتمكن، يأخذ من فوائده ويترك ما فيه نظر. نعم، يقال أنه من أول ما ألف ابن القيم قبل أن يتصل بشيخه، وقبل أن يقال هذا، والله أعلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.